المهم البنات، انا شريت هاد المجموعه كل هاد الباك مع هاد السبراي وجلدوش بأربعة وربحت هاد الكادو. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم كما وعدتكم في الفيديو ما قبل هذا، درت لكم واحد الفيديو ديال جوله من محل ايفغوشي. اليوم غنوري لكم المشتريات اللي شريت من ايفغوشي. هو الساك ديالنا ماركه ايفغوشي، غنوري لكم كل شيء، حاجه اللي كاينه هنايا والاثمنه ديالها. كما تتعرفوا في ايفغوشي في عروض صراحه زوينين، عروض مزيانه، اثمنه زوينه ومنتجات جيده صراحه في المستوى. اول حاجه غنوري لكم هذا الباك، هذا الباك اللي صراحه واعر واعر، عجبني هذا. ممكن زوين مثلا الكادو الا بغيت تهدي لشي حد كادو، ولا فيه اولا فيه كريم، هذا كريم وجيل دوش، اللوغو ديال اللوز، هذا اللوز الا شفتوا هذا اللوز، حليب ديال اللوز، هذا ديال الجيس المونغ ياك، اه ديال المونغ، هذا باش يبان لكم مزيان، 200 مليليتر مع سبراي ديالو ديال الجسم. المهم البنات، انا شريت هاد المجموعه كل هاد الباك مع هاد سبراي وجيل دوش بأربعة وربحت هاد الكادو اللي غنوري لكم دابا. واحد الكادو زوين، فينا هو هذا، ربحت هاد الكريم صراحه كبير وريحته زوينه، فيه 390 مليليتر، زعما كبير غيدي لكم بزاف. وفي المونغنيت، لا مش اه في المونغنيت حتى هو زوين صراحه هاد الكريم واعر. واخيرا جوج ديال جيل دوش خديتهم انا مبليه غير بجيل دوش، حيت صراحه هاد المنتوجات كاملين ما فيهش غير فيه ديال خواتاتي وفيه لي كادو بحال هادو قلت لكم كادو. وهاد الكريم خديته كادو، ماشي شريته، هذا خديته كادو. وهاد هاد باك ديال اختي، هاد الباك ديال واحد ديالو واحد ديال اختي، هذا ديال الرمانه البنات، شوفوا هذا سقعتني الله على رحمه، زوينه ريحته بزاف، هذا غير خذوا بعينكم عندي والله عجبني بزاف، ريحته زوينه. كاين عاود ثاني هذا ديال التوت مع الخزامه، حتى هو زوين صراحه. المهم هادشي اللي كاين بزاف العروض بحال هذا، راه لقيتو في يعني عرض خاص تخفيضات ديال ايفغوشي، هاد جوج ب 19 درهم هذا وهذا. هاد الاخرين تتشري هاد الباك مثلا، تتشري شي حاجه بقيمه 200 درهم تيعطيو لك كادو بقيمه 55 درهم، بحال هاد الكريم تيدير 55 درهم وعطاوه كادو في هاد الباك، حيت تيدير المجموعه هاد الباك تيدير 200 درهم. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى يعجبكم هاد الفيديو ونتمنى تستافدوا. المهم قلت لكم، ذكرت لكم الاثمنه 19 درهم الواحد، يعني بجوج تقريبا 40 درهم، هذا تيدير 55 درهم ولكن شديته كادو. وهذا ما عرفتش الصراحه بالضبط الثمن ديالو بوحدو، المهم بربعه بهادو، هاد الباك بربعه ب 200 درهم. ايوا المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، حتى الفيديو الاخر ان شاء الله، وما تغبروش وما تنساوش التعليق واللايك وتبارطاجيو الفيديو مع البنات اللي تعجبهم بحال هاد ديال الفيديو. والسلام عليكم.